بدراسانا. بدراسانا تعرف في الإنجليزية بوضعية الاستبشار، وهي تساعدك على تقوية جسمك وعقلك. لتنفذ بدراسانا، اجلس منتصب الظهر مع مد الرجلين أمامك. ضع يديك بجانب فخذيك وأرح كفيك على الأرض. احذر ألا يكون وزن جسمك محملاً على يديك. هذه الوضعية تدعى دانداسانا. وأنت في وضعية دانداسانا، أخرج الزفير ببطء وضم أخمص القدمين معاً. الآن شبك يديك معاً فوق أصابع قدميك وحرك الكعبين نحو منطقة العجان على قدر إمكانك. إن لم يكن الفخذان يلمسان الأرض، فيمكنك وضع وسادة تحتهما كسند. بدراسانا هي فيراماسانا، أي وضعية الجلوس طويلاً. أغمض عينيك فيها وتنفس بشكل طبيعي. بدراسانا تساعد على تقوية الجسم وثبات العقل، وتقوي مفاصل الركبتين والفخذين، وتقلل من آلام الركبتين، وتساعد أيضاً على التخلص من آلام البطن، وكذلك تخفف آلام النساء خلال فترة الحيض ومشكلات أخرى، وهي مفيدة أيضاً للنساء الحوامل. ليتجنب مرضى التهاب المفاصل وآلام عرق النساء هذه الوضعية. ابق ثابتاً في نفس الوضعية. افتح عينيك. خذ نفسك ببطء ومد ساقيك إلى الأمام. استرخي قليلاً في وضعية دانداسانا. بدراسانا تؤثر على باطن أعضاء جسمك وتجعله صحياً.